تخيل أنك ولدت في عام 1900 ميلادي، يعني قبل 121 سنة من الآن. لنتخيل في ذلك الوقت عندما يصبح عمرك 14 عاما تبدأ الحرب العالمية الأولى وأنت طفل، وتنتهي وعمرك 18. 4 سنوات من حياتك سيكون قد مات بها 22 مليون إنسان وأكثر، وأنت كتب لك الله العمر في تلك الحرب ولم تمت، مع أن الأطفال كانت تذهب للحرب وقتها، تمام؟ ثم في 18 من عمرك انتشر وباء كبير جدا، الإنفلونزا الإسبانية، ووصل هذا الوباء إلى المدينة التي تعيش بها، ومات به أفراد كثيرة ممن تعرفهم. جائحة استمرت عامين كاملين ومات بها 50 مليون إنسان، ولكن قدر الله لك لتعيش ولا تموت بهذا الوباء أيضا. كشخص خارج من وباء ومن حرب عالمية ستكون محطم نفسيا واجتماعيا وصحيا، يعني لا يبقى إلا أن تحطم اقتصاديا وتكون جاهز كما يقال. وبالفعل في 29 من عمرك بدأ الكساد العظيم في العالم، بطالة وكساد مالي اجتاح العالم. نسبة البطالة وصلت 25%، الناتج الإجمالي العالمي انخفض بنسبة 27%، مصائب اقتصادية كبيرة جدا. واستمر هذا الكساد 4 سنوات، أصبح العالم به أكثر فقرا وأقل عملا كما حالك أنت وقتها. يعني عندما وصلت عمر 34 سنة أنت تعتبر شخص خارق، لأنك نجوت من كل تلك الأحداث بفضل الله وقل من نجوا. المهم تقرر حينها أنك بخير وتبدأ بالنظر للجزء الممتلئ من الكوب. أنا أستطيع تقول لنفسك وتبدأ بترتيب حياتك وتمضي قدما بها بإذن الله. لتجد أن الحرب العالمية الثانية قد بدأت وأنت عمرك 39 سنة، ويتم تجنيدك في الجيش حينها، ويموت في هذه الحرب 75 مليون إنسان في عامين، ولكن قدر الله لك لتعيش ولا تموت بهذه الحرب أيضا. قلت لك أنت إنسان خارق بفضل الله. أنت حينها سيكون عمرك 41 سنة، ولكن لو سألناك حينها عن عمرك ستقول 1000 سنة يا رجل بسبب الأحداث التي رأيتها. نعم خارق، ولكن هو كل ضرب مفيش يتيمة. نعم لا يوجد، ما أن تنتهي الحرب وتجلس في أمان الله وعمرك 41 سنة لتجد أن وباء آخر يضرب البشرية، وباء الجدري، ويقتل 300 مليون إنسان. هذه المرة أيضا لم تصب به ونجوت وأصبح عمرك 50 سنة. بعدها لم تعد تهتم للحياة ومجرياتها كثيرا، تقرر أن تكون مع الله فقط في كل ما ستؤول إليه حياتك. ثم بدأت الحرب الكورية ومات بها 5 مليون شخص، ثم حرب فيتنام، ثم الحرب الباردة، وأنت أكبر مخاوفك ألا تموت بإبادة نووية، وكل هذا وعمرك إلى الآن 62 سنة. شعرت بالأسف على نفسك وقتها، وفي ليلة هادئة وقفت في منتصف الطريق وصرخت بأعلى صوتك: يكفي يكفي. عصب عصب لمجتني. 62 سنة عشت على الأرض مات بها ما يزيد عن 500 مليار إنسان، وأنت كنت موفق كفاية لتعيش وتعبر من كل تلك الأحداث. ثم يأتي شخص الآن في عام 2020 ويقول: ما هذه الحياة الكئيبة؟ ما هذا الوباء الذي جعل حياتي كئيبة؟ ويعتبر أن عام 2020 الأسوأ والأكثر مرارة في تاريخ البشرية، ولكنه يعيش بشكل مريح جدا، لديه كهرباء وإنترنت وطعام وماء ساخن وسقف فوق رأسه. الحمد لله رب العالمين، يفترض أن يقول صحيح. هذا تصور أحبتي في الله للأمانة الفكرية قرأته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي في مدونة لا أعرف صاحبها صراحة، وصغته لكم بطريقتي. لذلك استمع، عام 2021 سيكون عاما جيدا بإذن الله تعالى، ليس لأنك تعلم الغيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مفاتح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، ولكن ببساطة لأنك شخص متفائل، لأنك ببساطة تقتدي برسولك الحبيب الذي تتمنى أن يشفع لك يوم القيامة. المؤمن يستشعر معية الله، الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحزن إن الله معنا. فلا تغلق المقطع وهيا لنتفائل. أحمد أخبرني، هل تعتقد أن عام 2021 سيكون أفضل؟ لا الصراحة. هل تفكر بما أفكر به؟ لا بعيد عن المزح، أعتقد التفاؤل شيء جميل جدا. لا تحزن إن الله معنا، لأنك لو أردت أن تتشائم فلا يوجد يعني غير محمد سيد الإقناع أن يقنعك، فبتحداك محمد أنك تقنعها. بسيطة، التشاؤم سهل، يعني لو قلنا التاريخ يعيد نفسه، نحن نفهم من التاريخ أن كورونا مجرد بداية، بدأ الأمر بوباء وسيأتي وباء آخر، وها نحن نسمع عن وباء جديد وصف أنه معادي وسريع الانتشار أكثر، ضرب بريطانيا الآن وها هي تغلق أبوابها. في بريطانيا والدنمارك وهولندا وأستراليا. هل تفكر ما فكر؟ اطلع برا. أنا صاحب القناة. لا صدقا أتمنى ألا يعيد التاريخ نفسه. 2021 يعتقد الأغلب أن الأمور ستكون جيدة، والله أعلم طبعا. طبعا هذا التوقع ليس من باب معرفة الغيب حاشا لله، بل من ضمن الفراسة وهذا جائز. يعتقد الأغلب أن وباء كورونا سينتهي أو يقل جدا، وبالفعل اللقاح بدأ بالانتشار بغض النظر عن التحفظات التي حوله، ولكن أقل ما فيها أصبح لدى البشرية لقاح. توزيع اللقاح سيكون قد تم في عام 2021 كما تخبر منظمة الصحة العالمية، وبالتالي في الصيف القادم سيكون
يكون بقدرتنا الخروج من المنزل والعودة لحياتنا السابقة بإذن الله تعالى. وفي ذلك الوقت ما أول شيء تشتاق له لو سألتك؟ أنا مثلا أشتاق لكي يصبح السفر ممكن بين الدول. أشتاق لأمي وأبي. أخبرني يا محمد، ما هي أسوأ سنة مرت عليها البشرية؟ سنة 536 كما يؤرخ المؤرخون. فريق بحثي من جامعة نوتنغهام سأل هذا السؤال أيضا، ما هي أسوأ سنة عرفتها البشرية؟ ووجد أنها عام 536، أسوأ وقت على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة. بدأت هذه السنة بثوران بركاني عظيم في أيسلندا، نتج عنه سحابة رماد أبقت نصف الكرة الشمالي في الظلام لمدة 18 شهر، وانخفضت درجات الحرارة وأصبحت المحاصيل كلها بلا فائدة، وانتشرت مجاعة كبيرة في العالم. ثم جاء زلزال أيسلندا الأول، وتبعته سلسلة انفجارات بركانية استمرت لعامين بائسين. حينئذ جاء الطاعون الدبلي وانتشر من مصر حتى أوروبا، وقضى على ما يصل إلى 50 مليون شخص. هنا أعيد السؤال عليك مجددا يا أحمد، هل تعتقد أن عام 2020 كان الأسوأ؟ لا الصراحة. طيب لو قلت لك أوصف عام 2020 بكلمة واحدة، هذا السؤال طرحته واشنطن بوست على قارئيها، وكانت الإجابات الأكثر أنا متعب، أنا محاصر. ما رأيك أنت؟ أحبتي في الله، يكفي أن تنظر للعام القادم نظرة إيجابية، وتضع كل الأهداف التي ترغب في تحقيقها أمام عينيك، وتجعل هذا الوباء بمثابة تحدي لك لتنجزها وتحققها، وأنت تستطيع بإذن الله. أتعلم لماذا؟ لأنك ببساطة مؤمن، تستشعر معية الله معك، والأجمل أنك متفائل. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تحزن إن الله معنا. في النهاية أحبتي في الله، شاركني برأيك في مكان التعليقات، وأخبرني عن رأيك عن العام المنصرم والعام الحالي. سأقوم أيضا بنشر مقطع اليوم على منصة باز تحت عنوان لماذا نشعر أننا أذكى من آبائنا وأمهاتنا. الجواب سيصدمك، فإذا أردت أن تسجل في هذه المنصة سأخبرك الآن كيف. وهكذا تسجل بمنصة باز، اضغط الرابط الموجود أسفل المقطع، ثم قم بتحميل التطبيق، ثم افتح التطبيق وادخل معلوماتك الشخصية، وابحث في خانة البحث عن اسمي. يكفي أن تكتب كهنايم كما يلفظ الأتراك اسمي، يعني لنا الله. تأكد أن ترى إشعار التفعيل بجانب اسمي، وأهلا وسهلا بك كما كتبت لك مسبقا أيها الجميل، ودمتم في أمان الله. والحرب مشي لمستني طلع كيف؟ طلع في الكاميرا فيش داعي اصرخ، فيش داعي اصرخ.